يقيم الشيخ حازم وعدد من مريديه عددا من حلقات الذكر أسبوعيا، حيث يقومون خلالها بذكر الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة القرآن الكريم وقيام الليل جماعة. أهم شيء عندنا بالليل الحمد لله نقوم لصلاة التهجد، وكل ليلة نصلي مع إخواننا الحمد لله جماعة ثلاث أجزاء صلاة التهجد مع المذاكرة والأسئلة والأجوبة، ونقرأ نصلي الفجر صلاة جماعة. للشيخ حازم أبو غزالة العديد من الخلفاء يمثلونه كل في بلده، حيث يجمعون مريديه على ذكر الله تعالى. خلفاء، نعم، لي خلفاء هنا في الأردن، ولي خلفاء في سوريا، ولي خلفاء في العراق، ولي خلفاء الحمد لله حتى. فكثيرا ما يستفتونه في أمور حياتهم، ومن فتاويه أنه لم يحرم الاحتفال بأعياد الميلاد والتدخين. أما موضوع الدخان، فإذا نظرت إلى الناس ترى أنه 90% من الناس يشربون الدخان، وإذا كان أردت أن تحرم الدخان معناها كفرت 90% من الناس، قد يكون أكثر من 90%، أكثر من 90%، لأن إذا قلنا حرام معنى الحرمة، يقابل الحرمة تكفير الناس، يقابل الحرمة تارك الصلاة كافر، مانع الزكاة كافر، ما تارك صيام رمضان كافر، معنى ذلك إذا بدنا نحرم كفرنا أكثر من 90% من الناس. أكرمنا الله تعالى.